أنت كنت في المطبخ، نعم، يعني كنت بتشوف المطبخ قبل صدور الطبعة الجديدة من معهد القاهرة الإدارة والكتاب، كان بيحصل إيه؟ يعني دعني في البداية أصحح معلومة تاريخية يعني من أجل التوثيق، أن المعرض أول معرض للكتاب بدأ سنة 1946. لا خلينا بقى نروح لصحة، ده تصحيح، تصحيح واجب بقى. التصحيح احنا بنتكلم عن 69 وجاي 69 هو بعد كده ما كانش فيه معرض. هو ده عكاشة، دكتور ثروت عكاشة كان وزير لكن الثقافة. لكن دكتور ثروت عكاشة والدكتور سوير القلماوي أحيوا هذه المنظومة وأحيوا المعرض، لأنه أول معرض كان سنة 46، وجريدة الأهرام في ذلك اليوم سنة 46 صدرت بعنوان الملك المفدى يستقبل مفتي فلسطين بقصره العامر، الملك فاروق ساعتها، الملك فاروق. فدي من أجل التاريخ، لأنه مع الأسف أن إحنا ما عندناش توثيق حقيقي لتواريخ كثيرة، فأردت أن يعني أصحح هذه المعلومة. وأشكرك على هذا التصحيح والتوثيق. بالضبط.